عندما تزور الساحل الشرقي، ضع على أجندة رحلتك متحف بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي هنا في مدينة كلباء، فهذا المكان سيضع وسيمنح لرحلتك رونقا ثقافيا وحضاريا أصيلا. تابعونا ونكتشف مع بعض هذا المكان الجميل. قد اتخذ الشيخ سعيد القاسمي من هذا البيت منذ ما يزيد على 100 عام مقرا للسكن ورعاية أمور الحكم، وتصل المساحة الإجمالية للمنزل من الداخل إلى 3367 مترا مربعا، في حين يصل محيطه إلى 6049 مترا مربعا. مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم هنا في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي في مدينة كلباء. معانا الوالد سيف بن مطر الزعابي، يا مرحبا بك. حياكم الله، منور ويانا اليوم. وياكم ان شاء الله. يا مرحبا بك، بوجودكم منورين. يا مرحبا بك. في البداية خبرنا شو يعني لك البيت، شو الذكريات اللي تصاحبك مع هذا البيت؟ والله الذكريات هاي كان ذكريات الاول، تدري الناس اول ما في اعمال عندهم هذا الا اللي يصير الغوص والباجين البحر. زمان الصيف يصيرون الغوص، وزمان الشتاء في البحر. راعي للياخر كان عندي، وراعي البرية روحه، وراعي القراقير روحه، هذه عملتهم. واللي عندهم خيل منه تراهم يزرعون الماء، يسكر الماء حلو، حد يزرع بر، حد يزرع ذرة، وحد يزرع دخن، حد واللي عندهم خيل هنا قريب هذا الموز. وش بقول لك، بس التفاح ما كان موجود عندنا. التفاح بس ما كان ماشي، لا ما موجود عندنا. الموز، الزيتون، الهنبة، الرمان، الليمون، هذا موجود عندنا يومية. سيارة تشحن اللي شبرت كان الحباية أول. يا سلام. دبي. زين، بيت الشيخ سعيد. نعم، وهذا الشيخ سعيد هنا العصر أيام الأعياد 3 أيام لازم رزيف عيالة يومياً. 3 أيام مستمرة. مستمرة 3 أيام. من الظهر. من الظهر إلى 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 العشاء. اتعشوا وروحوا. وبعدين ما في سيارات ولا شيء. عندنا من منطقة من كلبة، من بيت شيخ سعيد إلى خور كلبة مشي. كم كيلو تقريباً؟ 10 كيلو زيادة. هاتونها من هناك لين. مشي مشي، ما في عد هذا. يا سلام. وسيرة ويا رزيف، ما يوصلون قبل المحطة ولا منطقة هذا. مدرسة السيف العربي هاي في المحطة، من يجون من هناك ضرب سلاح ورزيف لين بيت الشيخ سعيد. لين بيت الشيخ سعيد. عادتنا يا شيخ خالي من أول نشتري كل مغلى في الأمسامي، وهم ماشيين كالحينة. عندنا في واحد الله يرحمه توفى، ربوه شحوح هناك بعد من عائلة كبيرة عندنا مخور كلبة. حق السيف ما يحتاج. نعم، أحمد بن علي زعابي. نعم، ومن هناك إلى يوصلون هنا، هاي رزفة وحدة سايرة وضرب السلاح عندهم. لين ما توصلون هنا؟ لين يوصلون هنا، يوصلون هنا فوايل طايحة قدامهم معلقوا. حتى مرة واحدة الله يرحم الوالد ويرحم جميع أمواتنا، علي كثر ما علقوا السلاح سبلة طاحت من السلاح. ما حد يجي هذاك، 400 حوالي 500 فرد عندنا في خور كلبة، وكله سلاح وكلها لازم يوم بشيء. هاي كلها فرحة كانت. فرحة، كل الفرحة. إيه. البلوش رواحهم دائرة. البدو يجون في الليل اللي هي يردفونها. كل واحد له فعالية معينة. نعم، مع فعالية معينة. هذا 3 أشكال. هذا في الأعياد ما يحتاج، وفي العرس. للعرس على ما يحتاج من السبت إلى الخميس. عطول الليل رديف. ما شاء الله. وبعد لشان أول هواية. ما بتقول زي اليوم مادة، لا ما شيء مادة. تستمتعون فيها بس. تستمتعون. إذا قالوا باكر عرس منك وخور كلبة، والعرس هنا أنا أروح أمشي وياهم، جاي وياهم هنا عند بيت المطروشي. بس باكر قالوا العوامل ما يبغن، الناس محتاجة لحاجة. قال البرية خايسة، قال خلاص باكر ما هي عوامل، ما حد يبغى. مرة يرى العوامل فوق خلوهن عشان الفرح. يا سلام. يجملون رفيجهم. يا سلام.
نعم وضرب بسلاح ما قلت لك عطوا الطريق. الوالد محزمين رحمه الله عليه حطين على كتفه 100 طلقه لا خلصن كل عرس. كلمني عن بيت الشيخ سعيد كيف كان؟ شو كان يعني لكم في الماضي والحين في في الحاضر؟ لا كان في الماضي اول ما هي هاي البرزه عندهم العصاريه روحها من الصباح لين الضحى هاي برزه وانتهت روحوا كل واحد صار في عمله. لكن بعد الظهر البرزه هاي من صلاه العصر الى المغرب والمسجد عدالهم هنا المسجد الجامع هذا هناك لكن مسجد الشيخ هنا صغير هنا برزه الى المغرب صلى المغرب وروحوا وفيهم ناس يردون بالليل. لكن كان هو عباره مركز ثقافي مركز هذه مينا ما شيء هنا في كلبة ما شيء مينا بس هنا خور كلبة عندنا نحن مدخل خور ودخل الخشب هنا ما في ينزلوني اللي يوم من فارس واللي يوم العراق واللي يوم من الكويت أي منطقة البحرين هاي اللي جايبين السامان السلع الأولية القديمة لازم ينزلونها هنا عند بيت الشيخ سعيد كلها حتى الملح يجيبونه من كمزار الملح يبيعون الملح هنا تكرم لي الإيحال هاي الصحامي والمناويات يبيعونهن على البحر كل المركز السميم الغضب كل شيء مرة كله موجود هنا عند أشوف هاي سماية هنا هذيك عندهم بتقول أول يقول كبرة فرضة هو اللي يسمونها الناس يس عند الفرضة هنا ويشترون. هذا كان بيت الشيخ سعيد واللي بيون ما تقول هاك الأيام أيام خوف أيام العوامر والهذا يجون من الشفاية يجون عند الشيخ سعيد ويتغدون ولا قالوا يتغدوا عند مكان الفلاني وطلعوا غربي الانخيل منه واللي يشوفونه حرامية للصورة وحوا هم كرمين منا معطايين ماخذين الشوفة مالهم متغدين وشوفة مالهم بعد يعطونهم زمن هو ما قال جهل وحرامية. وكيف كان مركز 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 رئيسي هو كلب مركز رئيسي قلت لي مركز ثقافي بعد وما في هنا ما في عندنا الحين اللي بقول لك هذا اللي بيت الشيخ سعيد اللي لحقنا عليه اول ما استويت انا جيت ويت شبابي والزواج زويت انا في كلبه ولا كنت مستوي في قور كلبه هذه مدرسه في واحد قال مطوع بديع باجين قوم بديع ابراهيم وهذا عندكم اخر كان هناك موجودين قوم بديع هذا هم اللي يعلمون القران غير ماشي وهذا مال الفنون هذا الشباب عطول الليل عطول الليل هذا المناسبات اللي كنتوا تسووا يعني في مناسبات الاعياد والافراح افراح يعني وايد 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 عند عند بيت الشيخ سعيد شو نعم الاشياء اللي كنتوا تسوونها يعني شو الجلسات اللي كنتوا في لعب في لعب القبه اللي هي القبه تحفر تسوي لها مصوال حصى تلعبها هاي قبه في لعب تبه هاي كنتوا تسوونها بروحكم يعني تستانسون فيها هي بس هاي تستانسون بالليل هاي الليل ما جاي هذاك ما وين يصيرون وين هاي الاشياء تسوونها هنا موجود هنا في كلبه في كلبه هي في كلبة. لكن انا اقصد هني عند بيت الشيخ سعيد على الساحل هي على الساحل انا اقصد هني في بيت الشيخ هنا سعيد بيت الشيخ سعيد على البحر شو كنتوا تسوون وهم مره من ينبى منا من عداله اللي يلعب السر وهذا السر هاي ارواحهم اللي يلعب هاي اللي يرمسون رميسه هذه لك ارواحهم مال بيادير ومال هذاك كل حد معتزل اللي يلعب السر روحه اللي يلعب هاي الكرابي يلعب العصر اللي يقول الكرابي هذا ريول وحده هذا هي عرفها هاي هي تعرفها هذه كلها قديمه الحوسه من جاب الحبل هذا كله بالليل زين هاي الوالد العاب انتم كنتوا تلعبوها قبل نعم تستانسون فيها ارواحكم لكن انا اقصد هني في بيت الشيخ سعيد شو كنتوا الاشياء شو الاشياء اللي تقدمونها شو الاشياء اللي تسوونها الاهالي شو يسوون لا هنا عند جنب البيت الشيخ يبرد هذا الميلس هذا الميلس غرفه ما احد هذي هنا الاهل لكن كلهم برا برا عند الفرضه هاي العالم كله الحين عصار العصر الحين تحصل العالم اللي تشتري واللي هذا كله جمع المركز عباره هنا بيت الشيخ سعيد كله قدام بيت الشيخ سعيد زين الوالد خبرنا شو يعني لكم كان بيت الشيخ سعيد في الماضي اقول لك بالنسبه لنا هاك اليوم بيت الشيخ سعيد زي الجوهره نفرح لما يقولون اهلنا بنصير موسم انساب مناسبات الزواج افراح عاديه كذا اعياد نفرح بس ودنا الا نصير وياهم شغل عندنا ما هي بس
نفرح عشان يوم نهي يوم نهي على البيت شيخ سعيد هي. اقول لكم ما بتقول الفرضه هذه عباره المينا زي تقول المينا حين اللي يبيعونها العالم كلها تبيع هنا على البحر كلها على البحر من مسيد بن نصيب الله يرحمه الين طايب بيت شيخ سعيد منها هذه كلها العالم تبيع كل واحد يبيع حد يبيع تين وحد يبيع غضب وحد يبيع وكل شيء اللي يلم برا من فارس وهذا كله نبيع هنا يا سلام بس ما عدا التمور هذا هذا يبيعونها برا والحين كيف صار بيت الشيخ سعيد تشوف الناس تجي هني كيف الزيارات حق الحين مناسبات ما يحتاج طوالي مناسبات ما هالله كل اعياد او حد زاي ياهم زاير ياهم هذاك مره المناسبه ما يحتاج المنصه موجوده العالم كله هنا اي شيء افراح يستوي اي شيء عندهم مهرجان اي شيء كله هنا موجودين والاطفال في المدارس يجون هنا زياره يشوفون يجيبونهم نعم يجيبونهم هنا يعونهم عن التراث التراث القديم اللي كانوا هذا شو الاشياء التاريخيه التراثيه اللي موجوده في بيت الشيخ سعيد ممكن اني اشوفها اتعرف عليها في يعني انا مثلا فايل غرفه شفت التلفزيون القديم هذا سنين ما شفته التلفزيون القديم والراديو القديم اللي اول يقول هنا جاكرتا يوم كان بعد ما نعرف الحين هذاك جاكرتا وين نقول لهم وين جاكرتا يقول اندونيسيا اقول لك لا كنا نتعلم بقى. يا سلام نعم في آخر الغوص نهاية الغوص عادل هذا كان بعدين عند التجارة عندنا نحن هنا الساحل هذا الأبواب اللي موجودة حاليا هذه شي كانت أبوابكم قبل في أبواب نعم أبواب الأبواب الخشبية هاي اللي موجودة نعم هاي كانت قديمة اللي يسمونها الفرخة هاي الفتحة الصغيرة هذه هاي الفرخة لازم حد هذا إحنا قبل الحين عندنا جرس نعم قبل كيف كنتوا تدقون الباب؟ لا اول الحلقه هذه الحلقه هاي الحديده اللي على الباب وايدين عند الشيخ سعيد هذاك اولاد موجودين على البحر لو هذاك يذكر قالوا يا حد فلان يبغى شيخ سعيد الشيخ سعيد الله يرحمه تراويه واحد من الجماعه اقول لك ايش البشت يمشي عن خيس على البريه يقول روحوا البريه عدالها هم طايفين جماعته عياله ربنهم الوالد شاكرين لك على هذه الاستضافة الجميلة وهذه المعلومات الجميلة اللي اعطيتنا اياها والله قصرنا في هذاك لقائنا وياكم وسمحونا اذا عفا عليك مسموح ما قصرت ما عليك زود حلقتنا اليوم كانت تراثية رجعنا وشفنا ماضي ابائنا واجدادنا مشاهدينا الكرام اتمنى منكم انكم تتابعونا في الحلقات القادمة إلى اللقاء